بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحيي الشعب السوداني كله بحلول عيد الفطر المبارك، إن شاء الله يدعاد علينا باليمن والبركات. طبعا معكم أنا الفنان وجدان الملازمين. اليوم حيكون ونسة خفيفة، ما حنقول لغة ولا يعني حتكون ونسة خفيفة وظريفة لتوضيح بعض الأمور بعض الأشياء. الصراحة نحن مظلومين فيها يا إخواننا، وخصوصا نحن يعني ظلمنا من زي ما بقولوا من جانب الناس الفيس والسوشيال ميديا. فنحن جينا مع بعض نتونس، وانا جيت دارت اتونس معاكم كاخت وكصديقه وكأم. فحنقوم نحن نبدا بمحاور معينه لاسئله طرحت علي. اول حاجه من ضمنها كان عندي لغاء بتاع الصندوق مع الاستاذ احمد دندش، ربنا يمسيه بالخير. فكان سؤال رحلات نيجيريا وما نيجيريا، وانت مشيت وشنو؟ اول حاجه انا دار اوضح لكم، انا في الحوار قلت انا مشيت نيجيريا مرتين، تمام. المره الاولى فعلا مشيت، وجيت بعد ذاك اتزوجت. فبعد ما جيت واتزوجت والحمد لله جبت علي، بعد ذاك حتين علي شريف اتصل علي عشان امشي المره الثانيه. فقام هو شنو سالني، انتوا كيف وصلتوا كيف وما ضربنا اطمنا عليكم وا 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 وهكذا. فقمت انا وريته بالحاجه دي، يعني انا بعد ما ضرب لي للمره الثانيه عشان انا امشي ارجع نيجيريا ثاني. اسرح معاها بعيد تديني من نهضي، اسرح معاها بعيد تديني من نهضي، انا في لغاك دواي واخر علاج حبيبي مشتاقي والله شوق الشوق، حبيبي مشتاقي والله شوق الشوق، أنا شوق لعينيك ما بحمد وما خلوة. أما بالنسبة لموضوع الفيديو كليب، هو صراحة أصلا هو ما فيديو كليب، هي عبارة عن غنية مصورة. فأنا حبيت أعمل حاجة يعني زي ما بقولوا أزركشة شوية. فحصل الحصل، وزي ما بقولوا اتردمت كالعادة. وأنا عايزة أقول أصلا يعني حاجة، ناس يعني السوشيال ميديا تحديدا، تمام، يعني مستحيل 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 كويس انهم يعني الناس كلها تشكر لك حاجه والناس كلها تقول لك حاجه سمحه، مستحيل يطلع، لازم اي حاجه يطلع عليك من نفسك، ولازم اي حاجه يبخسها لك، ولازم اي حاجه ويتكلم كلام فارغ ما في داعي له. ونحن بدورنا ما بنرد، يعني ما عشان احنا ما بنعرف نرد ولا يعني ما بنعرف الكلام، كل زول بيعرف الكلام الشين وكل زول بيعرف الكلام الما حلو. لكن انا بقدم لك ماده، الماده دي في اللي بتعجبه وفي ما بتعجبه، لولا اختلاف الاراء لبالت السلع. انت عجبتك اهلا وسهلا، ما عجبتك انت ما تجرح مشاعر الناس، ما تتكلم كلام فارغ ما حلو، وغير كده كلام يعني بجد ما حلو. وزي ما بقولوا يعني احنا فنانين وعندنا احساس وعندنا شعور، انت كده بتكسر مقاديفنا. انا لو كعبه لو فيني اي حاجه، في ناس قبلها بالحته دي وفي ناس الحته دي عجبها وفي ناس بيحترموني. والاقعب من كده يعني انت لو مشيت اي مكان يا أستاذة يا أستاذة يا أستاذة يا أستاذة، يعني الناس كلها بتحترمك ودي جميلة، احنا بنشيل عليهم وبيغدروك، تمام. لكن بتجي في السوشيال ميديا، تمام، بتلقى حاجات ما حلوة ما جميلة، كلام ما حلو. فموضوع الفيديو كليب ده أنا عبارة عن حاجة، اللهم قلت تغيير، بدل ما إنها هي تكون غنية عادية هي ممكن تكون غنية مصورة بحاجات بسيطة جدا جدا. فكان معي أخوي محمود تركي، إن شاء الله ربنا يمسيه بالخير، هو أصلا طبعا يعني ولدي بتاع اللورغان. فقلت له خلاص يا زول تعال أنا وإنت نعمل الحاجة دي. فما انتبهنا لحاجات تانية، لتفاصيل دقيقة اللي انتبهت لها الناس، تمام. وياهو صورنا الحاجة دي، لكن إن شاء الله إن شاء الله، رغم إنه يعني أنا ما أقول هو ما نجح،
وماشيه كويس واي حاجه. لكن انا بوعدكم ان شاء الله المره الجايه هنصور فيديو كليب، هيكون فيديو كليب كبير وان شاء الله عندي نيه هصوره برا السودان. انا بتخجى، مش ده شحامي ولا حامي، انا ربيته واكلت اللحم عشان اتخجبه، والمشكله شحامي ولا حامي. يا سلام، طبعا الكلمه دي يعني عملت فيني عمايل ما لم بها الا رب العالمين. يا اخوانا الشعب السوداني، انا الشعب السوداني او انا كسودانية، عندنا طيبة الخاطر، عندنا عدم اللامبالاة، عندنا عدم اللا اكتراس. فانا بعفوية جدا، بعفويتي العامة، فقمت قلت الكلمة دي، واصلا كانت في الحوار اللي هو مفروض يتصور، ما كانت الكلمة دي موجودة. الكلمة دي كان هزار بيني وبين فخر الدين، تمام. فالمهم حصل الحصل، وانها هي طلعت برا، لكن انا ما كنت قاصده فيها حاجه، تمام. وجل من لا يخطا، حتى لو انا غلطت، لو هنا يعني ما بتحتاج للموضوع ده كله، ما بتحتاج للقوم والقعده دي كلها، ومع ذلك يعني انا بعتذر، لكن انا ما كنت قاصداها، ما كنت قاصده فيها حاجه كده ولا كده. بالنسبة للرقيص في الحفلات، يا جماعة صراحة أنا فنانة، لا من بديت برقص عرسان راقصة، تمام. في ناس اللي بيقولوا الشترة، في الناس اللي بيقولوا ما بقى، وفي الناس اللي أنا بمشي الحفلة أصلا لو ما رقصت زي اللي كان أنا ما غنت ليهم. في ناس بتجيبني أنا عشان أنا شنو للحضور المسرحي بتاعي، ما ضروري الا يكون صوتي جميل، او ما يكون بالضروري انه انا غنايه او هذا. الناس دائما بتجيبني للحضور المسرحي بتاعي، انه انا بخلق في المسرح جو. يعني انا حتى لما اكون واقفه في المسرح اول حاجه بمتع نفسي، حتين بعد ذاك اشوف الناس اللي انا ديل جيتهم ذاته لشنو. بمتع نفسي وبتجاوب مع الجمهور، يعني ما اعتقد انه فيها حاجه ولا عملت شيء فايت الفوت. يعني اغلبيه الفنانين يعني بيشتغلوا بيكون رقيص بمعنى الكلمه، ما بالك انا حاجه بعملها مع الجمهور، برضي بيها ده، بطيب خاطر ده، فانا ما شايفه فيها حاجه. وليه يوم الليله وليه يوم بكره، وانا اصلا ما بعرف ارقص، لكن لو عرفت ارقص هارقص وهارقص. اما بالنسبه للبوديجارد، انا شخصيا ما بحس انه انا محتاجه للبوديجارد لاسباب. اول حاجه انا من يعني من الفنانات او من الاشخاص الوديعين جدا، يعني لا زولة بتاعت مشاكل ولا زولة، يعني انا الساعتين اللي انا بجي فيهم دي يعني ممكن اتحمل كل شيء، كل شيء انا بتحمله. وغير كده يعني انا دايما الفئات او الطبقات اللي انا بشتغل ليها، يعني اسر محافظه، اسر في بعضينهم، تمام، جنس لطيف، اغلبيه شغلنا طبعا دلوكه، والدلوكه زي ما انتم عارفين كلهم جنس لطيف، وهم اللي بخافوا مني، ما انا اللي بخاف منهم. اما بالنسبه لرصيدي، والله ده سؤال انا يعني بعتذر عن الاجابه عنه. اصلا يعني زي ما بقولوا رصيدي اللي في البنك دي حاجه ترجع لي انا، فانا ما من النوع اللي بحب اتبوبر او اتفشخر انا عندي وانا عندي وانا في النهايه حقي ده لنفسي، يعني دي حاجات الخاصه بي انا، يعني ذاته ما يعني ما بحب زول يتعرف عليها او زول يطلع عليها، لانه دي حاجه من ضمن خصوصياتي، وما بحب يعني اتبوبر في حته زي دي او اتفشخر في حته زي دي. يعني بعتبره انه كونه انه اقول عندي وعندي دي ما حركه ما حلوه، تمام. فزي ما بقولوا حقك لنفسك وروحك للناس، يعني انا ماشيه بالقانون ده. فبالتالي لو رصيدي فوق زيرو انت ما هتستفيد حاجه، ولو فيه مليارات انت كمان ما هتستفيد حاجه. بعدين انا اصلا يعني الاكل والشراب ما خلى لي قرش عشان انا اقول عندي رصيد ولا ما عندي رصيد. السوشيال ميديا قدمت لي شنو؟ انا في الفتره اللي طلعت فيها كان الاعتماد كله على التلفزيون، على الاذاعه، على القنوات الفضائيه، فما كان السوشيال ميديا ما كان عندها رواج زي هسه دي. لكن السوشيال ميديا انا باعتباره سلاح ذو حدين، تمام، ممكن يرفعك بسرعه وينزلك بسرعه، بس في حاجه يعني انا ما عاجباني، انه مهما تقدم في الفيس، مهما تقدم اعمال تعبت فيها، شقيت فيها، صرفت فيها، عملت كل شيء،
انت في النهاية العايد بتاعك انك انت تتنبس وتتشتم وتقول كلام يقولوا لك كلام انت يعني في غنى عنه وحطمك وكسر مقاديفك. يعني الحاجة الوحيدة الناس الفيزي غايته بس العاجباني فيهم انه لو قالوا لك زول مات كلهم بيقولوا لك الله يرحمه اللي بيقول لك على مساوي الجنه. يعني دي الحاجه الوحيده اللي هم بيتفقوا فيها. لكن غير كده مهما تقدم من شيء ما بتلقى غير شنو الكلام الفارغ وغير الكلام الما حلو. اخر الاعمال ان شاء الله حتكون وين وبتين وكيف بقيت لي ريده وكيف. كلمات والحان الشاعر عمر الكاسرابي ان شاء الله. في الختام برسل تعازي الحارة لأهل الشهداء وأقول لهم قلبي معاكم وإن شاء الله ربنا اصلح حال البلد ويشيل عننا الغلاء والوباء والأمراض وإن شاء الله كل سنة آمين ولامين وإن شاء الله الشعب السوداني يكون بألف خير.